الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ولا ليال سيدا دريمي ساخد بدين وحي كهد ليس موضوع على حريرة دعالة دعاء وحي نكدر نوا واختي هذا أي الظروف يسنها هي باهي وين بين وقبنا مر والبا يا وقت جاي نسيب بهن إلا بضبا أبارات شرة بيلاني مدرلان بعد كعبنا يا عذرات شرة دت كقار كود بالله يا ذا إنا آد وجب برارك سنين دعاء يا ربي بارجا بركة حوجا لتشوجا بمواضيع له رقائقة يا قلبي قد دمعنا يسادون كإله يسوع شهدين يسيد دليل كوي حكير ومهم waxay qaybtaa hore kaga soo hadalnay ducadu miisaanka ay ku leedahay diinteena iyo fadliga ay ku leedahay ilaahay agtiisa iyo sidoo nabigu u dhiriyay alayhi salaatu wasalaam dadkeenu way jecel yihiin ducada waa laga yaabaa cid kale iska daayo qof xanuunsanayna kuula ii ducee way ku wanaagsan yihiin taa laakiin ducada سيد الله سيد الله أقبله أقبل كذي يجاب ذي دور دواء آداب بيلا ذا بركة موضوع إن كسر دواء إن هو آداب الدعاء ذا هي وقت يد الله أقبله هي ريد الله ورانا هي سر تحم بارسن هي دتك اللي قد دعاي سنة يوم آداب الدعاء ذا قار كذوا واجب قارنا وصلنا كوا واجب كاو حكم إذا الإخلاص لله سبحانه في الدعاء إن إلهي كلي قيل بريو نبي لما راعينا ولنا لما راعينا أدون كلنا لقوم اللي فاقية كين ينسي من دوا إلهي وين نقول فلية داد إلهي عيد كل ما نسمع عليه ذو حوى أدقوا إلهي سلوقي وإن إلهي قوم في الله وإن كلنا نقول سل فاقة إلهي وهي إلهي هي بلو متى الله وما ذا الشيء قرآن كوي هذي وانا عباد عبادنا الهي كليهم بالعابد سيده صلاه ان عيد كله لوغ توكن كرين الهي مويانا دعادنا واسا سو كله نبي غره وحوري صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيح الدعاء هو العباده دعاء ويده لفتي هذا عباده عبادنا الله با اسكله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أضمها وحلا فرعين إلهي كلي دعاد صاف وقد كان عبادته وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والدليل هذا تلمام يا ربي كلي إلا بريو أنا عل الراعين قف قد مقشي سقو ساس سمينينا كلاتالي أو وانا الصيحين أدابت وحكم إذا الله يستعجل العبد في استجابة الدعاء إلى أن قفك دك دك سنين دعاء أقبل كيله نبي يقول عليه الصلاة والسلام تاو كد قوح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي من ذلك إذا كم إذا دعادي سوى الله أقبله حتى ندق دقين وأنا وأنا إلهي إذا نبرنا وحبه وأنا أقبل إلهي هذا إذا بترسل من يدي بالسكون نقو إلهي بلن كيسي كما بحنا هذا بتوحى كم إذا وحدن بينا ندي لهي برين هذا ظلم كسع وطاطتك ظلم كوا باريس أما قرابة قوستماء النقط أقبل مال الدعاء داس لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم قفك دعاء ولا أقبل يا أولي رسول صلى الله عليه وسلم هدان دم بإلهي برين وآنو قرابة قوستماء كدرين عليه ذو حويا دار حق لهاب قردرك وهباريا أدبت وحكم إذا أن يكون حاضر القلب حال الدعاء مقبلا على ربي عند مناجاته في خشوع وسكينة وموقنا الإجابة وإن الله يسوك لا يقف يسوك حولا عرب كيف سوى أن الدعاء كود لكن وإن الله يسوك لا حضر الله يسبني هذا مركز عدس وقدميس هذا سوى ذلك إنها ويقف ينبال قفك وحويدي ستاه لكن هذا تليفون كوها الله يأمام مالو تشيدا دي وحما ويدي ستاه إلهي وينام حظ الله سبحانه وتعالى نبي يقول حوله عليه الصلاة والسلام حديث حسنة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بريا إذن كوكو كالصوانين وإذن أقبل أيه
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله وهذا إنان إلهي كأقبلين دعاء قف إلهي كسيجيلة أدابت الدعاء لو أقبله حكم إذا تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي قفكم مركز تو إلهي وعابدي مركز تو حارانت إسكدا يدعى لي سأقبل كيدو ولوية قف بقفكم كالضاعة بذين أو كعبادة بذين هيبو كالدعاء بذنية أيو كأقبل وقلوانية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مركز إسبدل سماي سيدا وححون إسكدا يسأل هين كادو القاضي يا ربك marka wadadii ducada loo maray hadda dhagaxaan dhigayso ilaahay wuxuu ku yiri ee aqbal annagu waan ku aqbalaya falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun an aqbala ducada waan u dhawahay horta iyagu haa aqbaleen oo haa rumeyeen laakiin ka ilaahay ku gacan saydaa xog wax kaga qaadaya adabta waxa kamida qofku inuu xalaal cun yahay asrigan iyo باب كان واد قرنيس وكسي دي النبي وانو سي شيغ عليه الصلاه والسلام حارانتين لما عانسن دونا اخر الزمان قلبي ومركو قنببو قللا اخر الزمان كو خا كدعي ددك حارانتي حلاشو ان اسوغ ميد نولا حديث صحيح البخاري كسغنا رسول كو خري صلى الله عليه وسلم لا ياتين على الناس الزمان لا يبالي المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام وحدثك ايمن دونا وقتي اوقف كو ابيلين xooluhu cunayo xalaal bay ka yimaadeen mise xaraan waxaan ku kala duwanay qofka aan diinta lahayn aan ilaahay rumaysnayn dariiqadu xoolaha u soo saarayayna waynu kala duwanay inaga waxaanu aagnaa baabka la yiraahdo xalaal baa mise xaraan waliba waxa waajib qofku intaanu talaabada qaadin markuu intaaj sameeyo wax soo saarayo inuu tacsiil raadiyo oo culimada wax weydiiyo mar uu xoolihii ururiyo oo bartanka ugu jiraaba su'aalo ku weydiinaya maba ka fuqayaba wuu macaansanaya shaydaanka u qurxinaya واجبك وحوين تانا طلابة قادم هنا دي استشارة سميساء ما استفتاوت بس لا داور هذه السشرع وحو كي مركا عذر كاسا ايمان دو نبي ونبي والآخر الزمان دي كي صحيح هاي دا راوح نبي وكودي رجل يومدا إنا يكود دا إذا رسوش إلهي أمرك إلهي نقاطان وحو الرسول الله فرم بو إذن كان إذن فرم عمل وناكسا يعنى وناكسا كلوا من الطيبات وعملوا صالح ilaahay camal wanaagsan ugu cibaadaysto oo isaga u gaara cunno wanaagsan oo xalaalana cuna nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa dheer waxa uu ka waramay saxiixu muslim ku sugan qofte waqtigii ducada la aqbalayaba marayo baahan safar ku jira basaasay ilaahay keligii baryayo yaa allah laho waabu ku celcelinayaa wamalcamuhu xaraamun wamashrabuhu wamalbasuhu xaraamun waqudiya bilxaraami faanaa yustajaabu lidalik laakiin wixii lagu soo koriyay abii uu ku soo koriyay iyo dharkiisa iyo dhoonigiisa iyo waxoo dhammay waa wada xaraam buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka arrintaasina waxay ka mid tahay aadaabta ducada faralka ah musiibadaynahay sitay ka mid tahay dadku ilaahay bay baryayaan way ku celcelinayaan waxba lagama aqbalayaba waa qodaxdana ku taagan qofka ilaa uu iska fujiyana waxba laga aqbali maayo haddii waxba laga aqbali waayana waa musiibo weyn nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam cudurkaas qofku hadduu xaaraan shaqeeyla caruurtiisiina balaadi gaadhay oo caruurtiiba wax laga aqbali laaya marka uu soo ururiyey laaluush buu ka soo ururiyey xoolihii uma duubooday dadkiiba khiyaamo iyo xeelad waxoodii kaga qaadaya waa riba cune ilaahayna yaa allah buu leeyahay uu baryaya nabigu wuxuu leeyahay iska joog hortaysa soo safee laabudda min atakhallusi min almaal alxaraam si wax lagaaga aqbalo horta xoolaha xaaraanta ka soo takhallus sida looga takhallusaana wax weeye ummaddaad ka qaadatay iyagii uun ku celi xataa hadday riba tahay ummaduun bay ka timid ood ka qaaday iyagii ku celiyo danaha guud ku bixi ama dadka bakhtiyaya sii kadibna adigoo saafiya wax amaaho ilaahayna bari arsaaqad xalaala markaas uu kuu bilaabay waman yattaqillaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ballankaasu aanu ilaahay qaaday meelaanad filaynin inuu ka arsaaqi doono أدابت الدعاء سنها وحكم إذا مهد إلهي نتكب الأوضة يسلق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ذي نتكب آمي سواء نظرني إلهي وهداد دون السيئة أقبل ونصوصتا إنتا صورنا إنو كسور رينينا
وحادابت كم يدينو قعمها قفك كرو قاوه سيدو رسول كباها صلى الله عليه وسلم أرك قار كود بالأرك يكلين كلديس في حال الابتهال وقت هذه يتير إلى هاي آذو بريئيو مركا دقالكو بلاب مركا أباروه جلاني آذابت وحا كم يدى أذيقو ظاهرة وإلهي يسوى جيدا سبحانه وتعالى أذيقو قل نعمدو إلهي كسية إيا قفك هذا ذو قليس ثانك قرابية باهي وين أدمو جساد إلهي وباهنتي دعا ذا وين أنا كد كحد قد بن ودعا كوب كوب أنا كد داش واختيادة فضل قبضان نوائنين كد داله واختيادة فضل قبضان النصوص دامت دليل ذو أي كسار وريو حكم إذا مركين سجود سنة ووقت وادونك إلهي أردقي هل كي حبني سأو شرف بضيد ألا درادي أذان كي أقيم الدر دحذو ذا هبين كي قيبتي سدام مركة صلاة أو كعادة صلاة الليل كصلاة الصباح كهر مالين كجمعاء ساعدها وضم بأي أختي قال الدلحيس كي ميراكم مقنية مقاحية هيا نسكفرينا فرصدوا إن بها الكائن نقول رافت بل اسكت ساعات وضم بيس جمعه ووقت ساعه الاجابه وكجرا لو رجب بدن يهاي ان هذه رخلا ويس قف قام عيالك سراعيا اما و هو كجرا سفره اما و هو كجرا شرر فرصتها انت كبرارغت ددك اد بي ويرتا وها كم اذا وقتك روبك سو دغيو قفك مركو سومن يهاي مركا وا فري ابيلك ليله القدر ما انت عرفه سلاده دبدوده يا وقتك دقالك بلا ما يعاد وقال لا دقال ما يو وقتك وقفك هبين كي كصوك عهر دادا واحد شرد الدعاء هذا الله أقبله ونبي قلنا إنه قبر أرتي عليه الصلاة والسلام أما هبار كوده هديك وابارنا وهراي بالله أقبله يا هديك دعاء يا نبي إذن الله ورا الله أقبله يا مركا إسكا إلالي دعاء وانا أكسرنا كعصو هبار كودنا إسكا إلالي وحكم إذا قفك أول ألكي ودعي يسقوا كم مقن والله أقبل يا ملك باك تاجنا وحلا آمين ولك بمثل كولالك كم مقن ودعي يسقنا يسوا دعدي دعوة الوالد للولد والد كي ولد كي ودعي وكلام والد ومهره قف كي مسافر كها قف كي صوم مرا قف كي لدولمي سقنا هبار كي سوا الله أقبل يا قف كي مرح راها عادل كها عادل لو حكون نقول يعني الشرع الإسلام كذا ككل نقول وحكم إذا ولد كلفتي سي أو ولد صالح يدعو له والله أقبل يا مرك والد كي سو دعيه ودعوة المستيقظ من النوم إذا دعا بالدعاء المأثور يقفك مرك وصوت وسو دعادي يا وردي جينا لك كسب ما عليه الصلاة والسلام وأخريه أدابته وحكم إذا إن كنت دعي سنة بجوامع الدعاء دعوين ككواب كوابا لكن قدها بالله لأن القرآن كي يصنع ذا كسوغا لأن فيها الأسرار وحكوتي رسر ديرارا علماء الحديث وحي سلوها فقسين تجوز الرواية بمعنى الحديث حديث كمعنيه سوى مركض وذورين كرتا أذيقون إرياذي النبي صوق آذنين وذورين كرتا النبي قصيدا سويل على معنى قولي لكن دعاء إياد الله ما إلى هذا على معنى قولي النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك سنة وحل دون يسيدي النبي قويل إن أذر أعضاء وبرب نعاز أصحابي لورن النبي قوحو كديري إنه بالرسولك يا بالنبيك لا بد أن يسوي داري ويحول بالنبيك وأن كوريا بالرسولك أكون بدلي سلا سنو وض وعكم إذا دعاء القرآن كل شيء جانا إلى هاي ولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحكوا ما نيدك حج كي ناديه دعاء كل دعاء سنة يوشي جيسهم وينان قفك إلهي ببريا الدنيا آخرة لإلهي بالدنيا آخرة لا بد بقى عن تقوايا وحكم إذا دعاء النبي بتسنشر صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين إله قلبي هذا الركرقة وقلبي جاي الدين تقص إلا وحلا قصية ثبات يسب نشأوي أنا الدين تكذب لنا الله قطوف صنيد وحكم إذا دعاء وعلي وش يا الله مهديني واستددني إله يهروني طريق حق أنا يقول توس دعاء عائشة وش يا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر اللهم أعني على اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يقوى كالأبضاء مركة تاسينا وحي الشيخ مركة دعوين كا جوامع الدعاء لإلى هذا كوب كوبان معناها بلانا ونبي وعادي سنشري أما أصحاب أمري مركة إنو كد دالنا إنو أقبل كو إنو سعر دو هذا إذا مركة واحد أركيسا إنو يهي باب كان باب رشاو باهن
سرت أقبلك وأيسر دواته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دين على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.